السلام عليكم، هل تسمعوني جيد؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ اليوم مقرر دراسة الجدوى للمشاريع الاقتصادية، ويتكون هذا المقرر من العديد من الفصول. أوله هو فصل يهم مقدمة عامة حول أهمية دراسة الجدوى وتعريفها، وكذلك الرجوع على مفهوم أساسي وهو مفهوم الاستثمار. إذن هذا المقرر له مرجع أساسي، وهو كتاب الدكتور محمد دياب، دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية. ولكن قد أحضرت إليكم ملخصا سأعرضه عليكم خلال الحصص، وسأبعث إليكم نسخة من هذا. ولكن يبقى دائما المرجع الأساسي هو هذا الكتاب، فلابد على كل طالب أن يكون لديه كتاب المقرر ويرجع إليه في بعد كل حصة. إذا قلت هذا المقرر سيتمحور حول العديد من الفصول، أولهما فصل تمهيدي حول تعريف وأهمية جدوى دراسة يعني جدوى المشاريع الاقتصادية والاجتماعية. ثم بعد ذلك سنمر إلى فصل صغير حول بعض المسائل يعني القانونية. هو في الأصل سوف لا ندرس القانون للمشاريع، وإنما سنتعرض إلى بعض المسائل من التسهيلات والقيود التي تضعها الدولة على ذمة المستثمر إذا أرادت أن تحفز مشروع، وعندما يندرج ذلك في رؤيتها وتصورها الاستراتيجي، فتعطي تحفيزات مثل التخفيض في الضرائب أو الإعفاء من الجمارك أو من هذا القبيل، سنرى ذلك. وإن كان المشروع لا يندرج ضمن يعني الرؤية الاستراتيجية للدولة، فتضع عليه بعض القيود، سنرى البعض منها. الفصل الثاني
يتمحور حول مسألة أساسية، ألا وهي يعني الجانب التسويقي، الدراسة التسويقية للمشاريع. ففي هذا الفصل سنتناول أساسا ما هي محددات الطلب، وباستعمال يعني بعض النماذج والمصطلحات والأدوات الاقتصادية مثل المرونات، فيخول لنا ذلك من معرفة نوع الطلب، أنواع السلع، وبالطبع هذا من خلال المتغيرات التي تحدد الطلب، وأساسها يعني الأسعار والدخل. ثم بعد ذلك سننتقل إلى فصل رابع، وهو يهم يعني الدراسة الفنية. فتعلمون أن هذه الدراسة هي أساسية لبعث المشروع، وبالتالي لابد أن نركزها على أساليب تحليلية علمية. ومن أهم هذه الأساليب التي ستخول لنا يعني من فهم كيف يشتغل المشروع، وهو ما نسميه بأسلوب تحليل التعادل، أو ما نعبر عليه بالإنجليزية break even analysis. فيخول من تحديد يعني قيمة التعادل، بمعنى عندما تكون التكاليف الكلية تساوي الإيرادات الحدية، الإيرادات الكلية. وبالطبع يعرف باعث المشروع متى يصبح رابح ومتى يصبح خاسر. ثم بعد هذه الدراسة يعني التي تهم الجانب الفني، سنتحول إلى فصل يعني خامس، ويهم حسابات التكاليف. فسنقسم هذه التكاليف الاستثمارية إلى ما نسميه بالاستثمارات المبدئية أو الأولية، وسنذكر كذلك ما يسمى برأس المال العامل لأول دورة تشغيلية. ثم بعد ذلك سنرى كيف نحتسب هذه التكاليف، وخاصة عندما تكون هناك اختلافات في فترات التشغيل. الفصل يعني السادس سيرجع على يعني مسألة هامة في بعض المشاريع، وهي يعني دراسة المصادر التمويلية للفرص الاستثمارية. وبالطبع سنقسم هذه المصادر إلى يعني بعد تعريفها بالطبع إلى ما نسميه بالتمويلات قصيرة الأجل وطويلة الأجل، وسنرى كل البنود التي تكون هذه المصادر. وبالطبع سنرى كيف نحتسب يعني متوسط تكلفة الأموال عندما يكون يعني رأس المال مختلطا في يعني رأس مال مملوك واقتراضات وسندات وهل مجر. إذن سنرى وسنعطي مثال على ذلك مطبق، وسيعرف الطالب كيف يحتسب ذلك. الفصل السابع هو بداية يعني تقديم لمعايير يعني التي تقيم المشاريع. وفي الحقيقة الفصل السابع هو ليس بدراسة معيار، وإنما سنتعرض إلى ما نسميه بالقيمة الزمنية للنقود، وبالطبع سنرى كيف نحدد ما نسميه بالتدفقات النقدية للمشروع. فلو يكون يعني لبعث المشروع يعني قيمة، فيمكن احتسابها، وبالطبع سنرى أن الركيزة هي يعني استعمال أسعار الفائدة. ويمكن ذلك بالطبع من خلال يعني تحديد القيمة الحالية للمبالغ المستقبلية من ترتيب المشاريع. وبالطبع المشروع الذي يرجع أكثر قسط من يعني القيمة المستثمرة في أقرب وقت فهو الأمثل. الفصل الثامن هو في الحقيقة يعني بداية دراسة
المعايير التي تمكن من يعني التحكيم على المشاريع، هل هذا المشروع رابح أم خاسر، ومقارنة المشاريع. فإن كان لدي يعني مشروعين أو أكثر من مشروع، فكيف يمكن استعمال هذه المعايير للمقارنة وما بينهما؟ فيعني من أهم المعايير التي ندرسها، وربما هو أهم معيار، هو ما نسميه بمعيار صافي القيمة الحالية، Net Present Value of the Project. فبالتالي سنعرف ذلك وسنرى كيف نحتسب هذه القيمة الحالية الصافية، ونرى كيف نستعملها لنقول أن هذا المشروع رابح أم خاسر، وأن هذا المشروع يعني أفضل من مشروع آخر. وبالطبع عندما نستعمل يعني الـ NPV Net Present Value، يعني معيار صافي القيمة الحالية، فهذا يجرنا إلى يعني استعمال ما نسميه بمؤشر القيمة الحالية، وهو نسبة. وبالطبع لابد أن يعطي هذا المعيار والـ IPV يعني نفس النتيجة. فسنرى أن نقارن الـ IPV إلى 1، وبالطبع نقول أن المشروع رابح أم خاسر، أم له رابح له خاسر، عندما نقارنه إلى 1. وبالطبع سأعطيكم أمثلة يعني تطبيقية. الفصل التاسع هو كذلك معيار هام جدا، وهو يعني ما نسميه بمعيار معدل العائد الداخلي للمشروع، بالإنجليزية ما نسميه بالـ Internal Rate of Return IRR. فيعني هو مقتبس من الـ NPV، من يعني القيمة صافي القيمة الحالية، ولكن يعني هو معيار هام. لماذا؟ لأنه يمكن من مقارنة يعني العائد الداخلي للمشروع مع يعني سعر الخصم أو سعر الفائدة السائد في السوق، وبالطبع يعني يمكن من معرفة متى يكون المشروع رابح أم خاسر. فيعني ربما كيفية احتسابه هي معقدة نوعا ما، فسأحاول أن أخفف ذلك عليكم وأعطيكم أمثلة مرقمة تخول لكم من احتساب يعني هذا العائد. وبالطبع أن نقول في الأخير أن هذا المشروع رابح أم خاسر. وبالطبع الفصل العاشر هو ليس بفصل في الحقيقة، وإنما هو رجوع على هذان المعياران يعني الـ NPV والـ IRR ومقارنة بينهما. فيعني سنرى أنه عندما يكون لدي سقف تمويلي أو ليس هناك سقف تمويلي، أيهما من يعني المعايير أفضل. الفصل الحادش يعني، وبالطبع يعني في هذه المقارنة سنرى أن أحجام أو حجم المشروع له يعني معنى كبير في هذه المقارنات. الفصل الحادي عشر هو يعني يرجع على معيار آخر، ربما أكبر معيار بديهي يظهر يعني لأي باعث مشروع، وهو ما نسميه بفترة الاسترداد Payback Period. فيعني لما مستثمر يبعث مشروع، فأول شيء يعني يسأل نفسه هو متى سيسترجع أمواله. وبالتالي سنقارن هذه الفترة، فترة الاسترداد، لما يسمى بفترة القطع Cut of Period. فلابد أن تكون يعني فترة الاسترداد أقل من فترة القطع حتى يكون المشروع رابحا. وبالطبع سنعطي مثال حول يعني احتساب هذه الفترة الاسترداد يعني قيمة القيمة الاستثمارية للمشروع، وبالطبع نقارن بين المشاريع. الفصل 16 12 بالعكس سنتحدث على يعني تقييم المشاريع عندما يكون هناك يعني وضعية مخطرة، وبالطبع سنستعمل أسلوب سهل ما يسمى بأسلوب الحساسية، والذي يمكن
من معرفتي إذا تغير متغيرا في يعني المشروع، فبكم بكم يمكن أن يتغير هذا المتغير، مثلا العائد لو انخفض العائد بكذا كمية إلى حد أي مستوى يمكن أن ينخفض العائد بدون أن يقع المشروع في خسارة، أو إذا بعث المشروع على أساس أن يعني سعر الفائدة هو 10%، فبكم يمكن أن يرتفع سعر الفائدة بدون أن يقع المشروع في خسارة. إذا سنرى يعني في هذا الفصل أن هناك فرق ما بين ما نسميه بالخطر وعدم اليقين، وبالتالي نحن كاقتصاديون ما نتحدث عنه هو ما يمكن قياسه، وما يمكن قياسه هو الخطر، ويعني الوضعية العدم يقينية هي تلك الوضعية، هي تلك الوضعية التي لا يمكن احتمال وقوعها لأنها مرتكزة أساسا على الاحتمالات. في الفصل 14 بالطبع سوف لن نتمدد في هذا الفصل، وهو في الأصل يعني رجوع على تقييم المشاريع على مستوى قومي، وهذا يتطلب في الأصل يعني مقرر لذاته. بالطبع سنقول كلمة حول فقط المقارنة ما بين يعني المشاريع على مستوى خاص وعلى مستوى قومي، وبالطبع سنقول أساسا أن ما يدفع المستثمر على مستوى خاص هو الربحية، ويعني البحث على الربح الخاص، ولكن ما يبعث الدولة على يعني بعث المشاريع، ما يحث الدولة على بعث المشاريع على مستوى عمومي هو يعني الربح أكثر من الاقتصادي، وإنما الربح يعني الاجتماعي. فيعني استثمار الدولة مثلا في التعليم وفي الكليات ما هو إلا يعني دليل على أن الربحية لا تقيم فقط على مستوى اقتصادي، وإنما على مستوى يعني اجتماعي كذلك. إذا يعني نرجع من البداية، قلت أن يعني الكتاب يعني المعتمد هو دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للدكتور محمد دياب، وكما قلت في البداية أنا يعني جهزت خلاصة لهذا المقرر وسأبعثها إليكم تعتمدونها يعني كنواة أولى بالطبع في تحضيركم للاختبار، وإن شاء الله يكون معظمكم يعني على درب النجاح. إذا هذا يعني الفصل الأول هو قلنا سيتمحور حول أساس يعني فكرة دراسة الجدوى، أهميتها، تعريفها، والمراحل التي تمر بها، ولكن سنرى كما قلت يعني مصطلحا هاما ومفهوما هاما، وهو مفهوم ومصطلح الاستثمار ومحدداته. ولكن قبل كل شيء يعني إذا أردنا أن نعرف دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع، فيمكن أن نعتبر أن هذا المفهوم هو يعني النواة الأساسية التي ترتكز عليها العديد من التحليلات، وهذه التحليلات تكون يعني وصفية أو كمية، والتي تؤدي في آخر المطاف إلى اتخاذ قرار بتنفيذ يعني فرصة استثمارية معينة. وبالطبع يعني عندما نفكر ونطرح فكرة فتظهر في البداية العديد من الاختيارات والبدائل، فهنا يتعين على من يبعث المشروع أو المستثمر إمكانية أو قدرة المفاضلة ما بين هذه المشاريع، وبالطبع اختيار البديل الأمثل. فيعني إذا أردنا أن نرجع إلى تعريفا
ربما يقبله كل منا لدراسة الجدوى، فيمكن أن نقول أن هذه الدراسة هي عبارة على مجموعة من الدراسات العلمية الشاملة، وتهم كافة جوانب المشروع أو المشاريع المقترحة، وبالتالي هذه تكون يعني بشكل دراسات أولية، وهذه الدراسات يمكن أن تكون قانونية كما قلت، يمكن أن تكون تسويقية وكذلك مالية، ويمكن أن تكون كذلك يعني دراسات فنية أكثر يعني تفصيلا مفصلة يعني أكثر. ومن خلال هذه الدراسات يتوصل يعني باعث المشروع أو دارس المشروع إلى اختيار يعني بديل أو فرصة استثمارية، بحيث أن هذا القرار يرتكز على يعني على مجموعة من الأدوات ومجموعة من المفاهيم، بحيث أنه يتلائم مع الأهداف التي يرغب في تحقيقها المستثمر. وبالطبع لهذه الدراسة يعني أهمية كبرى، ولكن قبل أن نقول كلمة حول هذه الأهمية لدراسة الجدوى، فقلت لابد أن نذكر، ربما تعرضتم هذا في دراساتكم السابقة أو في الاقتصاد الجزئي والكلي وبعض المقررات الأخرى، فيعني الاستثمار هو عنصر أساسي وحيوي في يعني تحقيق التنمية على مستوى يعني على مستوى قومي. وبالطبع عندما درستم الاقتصاد الكلي فقالوا لكم أن يعني الاستثمار هو عنصر من عناصر الإنفاق الكلي، فبالطبع تراكم رأس المال يتأتى أساسا من الاستثمار، فالمخزون يعني للأصول الإنتاجية إن كانت على شكل آلات أو معدات، فتؤدي إلى مضاعفة القدرة الإنتاجية إما للمؤسسة للشركة أو للبلاد ككل. فبالتالي أي زيادة في الاستثمار ستؤدي إلى زيادة أو مضاعفة تراكمية في الدخل، وهذا ما نسميه بنظرية مضاعف الاستثمار investment multiplier. ولكن من ناحية أخرى، فيعني عندما نتحصل على منتوج من هذا الاستثمار فيمكن إعادة استثمار جزء منه، فهذا المفهوم يسمى بالمعجل accelerator. وبالتالي يعني الاستثمار هو محوري أساسي، هو متغير ودالة في العديد من المتغيرات، ومن أهم المتغيرات التي تحدد الاستثمار هو سعر الفائدة والدخل. لذلك ولهذه الأسباب فالدولة عادة ما تدفع المستثمرين لزيادة وتحسين يعني إنتاجية رأس المال وفاعليته يعني وفاعلية استخدامه وتوزيعه التوزيع الأمثل من خلال يعني المفاضلة بين العديد من البدائل. لماذا؟ لأن السؤال الأساسي الذي يطرحه الاقتصاد وتطرحه دراسة الجدوى هو لماذا ندرس يعني هذه الجدوى؟ لأن الإجابة هي بديهية، وهذا ما تعلمناه في الدروس الأولى في الاقتصاد، هو أن الموارد الاقتصادية الموجودة المتاحة هي نادرة، ولابد من يعني توظيفها يعني توظيفا محكم. فبالطبع هذا الاستثمار له عديد من العوامل التي تحدده،
ومن أهم يعني هذه العوامل سنذكر يعني ثلاثة وأساسها أول شيء هو العائد. بالطبع كل مستثمر إن كان فردا أو مجموعة أو الدولة فلا يمكن أن تبعث مشروع إلا عندما يجلب هذا الاستثمار ربح في البداية نقيمه أنه يتجاوز ما استثمرناه، بمعنى أنه يتجاوز يعني التكلفة. وبالطبع لما نتحدث على مستوى قومي فيمكن أن نحدد هذا العائد من خلال ما نسميه بالناتج المحلي الإجمالي الجي دي بي. وبالطبع يعني الجي دي بي هو كمقياس للثروة في البلاد فله علاقة يعني أساسية بالعملية الاستثمارية، حتى أن معظم المدارس الاقتصادية تقول أن الاستثمار يعني هو العنصر الحيوي للاقتصاد. العنصر الثاني المحدد يعني للاستثمار هو بالطبع الكلفة، ولكن يعني الكلفة هي معقدة في تحديدها. لأن السلع الاستثمارية تستخدم عادة خلال فترات زمنية متفاوتة، هناك ما نستعمله لفترة قصيرة، هناك ما نستعمله لفترة متوسطة، وهناك ما نستعمله لفترات طويلة. وبالطبع احتساب كل هذا يصبح معقد ومعقد جدا، لذلك نلتجئ عادة في الاقتصاد لاستعمال يعني الانترست ريت سعر الفائدة كيعني تكلفة يعني للاستثمار. لماذا؟ لأن معظم الاستثمارات اليوم يعني تتأتى من القروض، وكلفة القرض بالنسبة للمؤسسة هو سعر الفائدة، وبالتالي بالنسبة لباعث المشروع هناك علاقة عكسية بين الاستثمار وسعر الفائدة. ولكن من ناحية يعني البنك المقرض فهناك علاقة طردية بين سعر الفائدة اللي يصبح عائد بالنسبة للبنك ويعني الأموال المعدة للإقراض. إذن لابد على باعث المشروع أن ينتبه على أساس أن يعني سعر الفائدة هو تكلفة بالنسبة له وهو عائد بالنسبة لمن يقرضه. لذلك أن يعني الاستثمار وعملية الاستثمار لها علاقة يعني سياسات الدولة. فالدولة إذا أرادت أن تحفز يعني استثمار في مشاريع معينة، لو نأخذ مثال يعني في المملكة، لو أرادت يعني الدولة أن يعني تحفز الاستثمار مثلا في الطاقة المتجددة فتعطي تسهيلات للاستثمار في ذلك المجال، ومن هذه التسهيلات أنها تخفض في سعر الفائدة يعني الرئيسي ما نسميه يعني بالديسكاونت ريت الذي تقترض به البنوك التجارية لدى البنك المركزي، حتى أن البنوك التجارية يصبح لها بالإمكانية من إعطاء قروض يعني تكون أقل تكلفة، فهذا يؤدي إلى يعني الاستثمار يعني في هذا المجال اللي تكون فيه أسعار الفائدة منخفضة. فيعني السياسات اللي تنتهجها الدولة يمكن أن تعطي بدفعة إلى يعني تحفيز الاستثمارات، إما من خلال يعني التحكم في أسعار الفائدة أو التحكم في الضرائب أو يعني أي شيء آخر يمكن أن يدفع بالاستثمارات في مجال معين. العنصر الثالث وهو ربما من أهم المحددات للاستثمار وهو التوقعات. لماذا؟ لأن العملية الاستثمارية أو القرار الاستثماري هو قرار نتخذه اليوم، ونتخذه اليوم على أساس المعطيات والمعلومات والبيانات الموجودة اليوم وفي السابق، ولكن المستقبل يعلمه إلا الله. ولكن هناك يعني نماذج في الاقتصاد تخول من يعني تحديد
أو قياس مقدار الخطر الذي يحوم حول العملية الاستثمارية المستقبلية. فتقدير الخطر من خلال يعني الاحتمالات، من خلال الاحتمالات التي يمكن يعني احتسابها، يمكن أن نتجنب وضعيات يعني خاسرة في البداية. فيعني التوقعات هذه يعني هي نماذج رياضية يعني كبيرة وكبيرة جدا، وهي معقدة وترتكز أساسا على نظريات الاحتمالات. إذن هذا لا يمكن أن نحلل هذا بأكثر عمق، ولكن ربما إذا التقينا في هذا المقر على مستوى يعني الماجستير أو ما أكثر، فيمكن أن نرجع إلى هذا النموذج وسنرى أن يعني الأخذ بعين الاعتبار مشكلة الخطر هي عملية محورية وجوهرية في تحديد الاستثمارات المستقبلية، وذلك يمر عبر يعني يمر عبر ما نسميه بالتوقعات. إذن هذه يعني المحددات، ولكن العملية الاستثمارية كذلك بنيت على مبادئ وأسس علمية، حتى أن عندما نتخذ قرارا استثماري فلابد أن يقوم هذا الاستثمار على أسس علمية تتمثل في تحديد الهدف وجمع البيانات والمعلومات، وكما قلت وتقييم العائد واختيار يعني الفرصة البديلة الأفضل. وبالطبع هذه المبادئ ترتكز أساسا كذلك على تحديد العوامل الملائمة وتفضيل الاستثمار حسب العائد ودرجة المخاطر وبالطبع درجة الأمان التي يمكن أن يلتجئ إليها المستثمر. ثم بالطبع يعني عامل أو مبدأ الخبرة والتأهيل من خلال يعني مؤهلات الباعث المشروع فهي هامة وهامجة، على قدر ما يكون لباعث المشروع خبرة وتأهيلا في الميدان الذي يبعث فيه المشروع فيكون المردودية أفضل وتكون المخاطر أقل ويكون معرفته يعني أفضل. فبالطبع يعني هذا المبدأ للخبرة والتأهيل هو مبدأ أساسي يعني وعلمي ترتكز عليه يعني العملية الاستثمارية. ثم أنه قلنا عندما نبعث مشروع فيمكن أن نموله من العديد من الفرص التمويلية، والعنصر الأساسي في اختيار هذه المحافظ هو أن ننوع المخاطر. فكلما نوعنا أو اخترنا يعني مصادر تمويلية متنوعة كلما قللنا في المخاطر. لماذا؟ لأن تكلفة هذه المصادر ليست نفسها. فيعني الاستثمار في الأسهم ليس في السندات، الحصول على قرض ليس كالأرباح المحتزة، سنرى ذلك في الفصل السادس. إذن هذه يعني العناصر تؤسس إلى يعني المبادئ العلمية في اتخاذ القرار الاستثماري. وبالطبع ما يمكن أن نلخصه من خلال يعني أهداف المستثمر في تحقيق العائد المتوقع على الأموال بالطبع التي سيستثمرها. وبالطبع يعني هذا يمر أساسا من خلال التدفقات النقدية الداخلة الصافية، وسنرى بمعنى العوائد الصافية المتوقعة للمشروع. وبالطبع سنرى أن هذا الاحتساب يرتكز على ما يسمى بمعدل الخصم، ما نسميه بالديسكاونت ريت، والذي نعتمده أساسا كتكلفة لرأس المال المستثمر
من أجل الوصول إلى ما يسمى بالقيمة الحالية البريزنت فاليو لتلك التدفقات. فيعني حبيت نقول أن يمكن للمستثمر أن يضمن تحقق العائد إلا بتحقيق يعني شروط، فأن تكون يعني التدفقات النقدية المتوقعة من الاستثمار مؤكدة تماما من حيث القيمة، وأن تكون هذه التدفقات كذلك مؤكدة من حيث التوقيت الزمني. إذن في المخاطر هناك يعني إذا أردتم هناك عامل الزمن ونوع يعني العملية، فيعني تنويع المخاطر لابد أن يرتكز على يعني الفترة الزمنية ما نسميه بمدة الاستحقاق، وبالطبع يعني أنواع الأدوات الاستثمارية والتي تكون فيها المخاطر متنوعة. فهذه يعني الأساسيات التي يرتكز عليها الاستثمار تمكن في آخر المطاف للحديث على الأهمية التي تقوم عليها يعني دراسات الجدوى الاقتصادية. فمن أهم هذه المحاور هو أن هذه الدراسات تخول من تحديد يعني الأفضلية النسبية للاستثمارات، وتمكن يعني من مقارنة هذه المشاريع، وبالطبع يعني الغاية هو أن نستثمر هذه الموارد النادرة يعني في المشاريع الأكثر ربحية. فيعني لما نعمل الدراسة بتاعي فيمكن لي أن يعني نحقق تخصيصا أمثل للموارد، يعني we maximize the يعني utilization، يعني نعمل عملية تحقيق أمثلية لاستعمال هذه الموارد، وبالتالي اختيار المشروع الأفضل. كذلك هذه الدراسة لها أهمية أخرى قصوى، وهي عندما تساعد في الكشف عن التعارض الذي يمكن أن ينشأ بين الفائدة متاع المشروع على المستوى الخاص والفائدة على المستوى الوطني. ونحن قلنا في البداية يعني أن ما يبحث عنه المستثمر الخاص هو الربحية الخاصة، فيمكن أن يستثمر في مشروع يكون ربحه عادي، ولكن يمكن أن يكون عنده انعكاسات مثلا على البيئة. فبالنسبة للمستثمر الخاص إذا لم توجد عراقيل من جانب السلطة يعني السلطة، فيمكن أن يستثمر في مشروع ملوث للبيئة أو للماء أو يعني مضر بصحة الناس. فبالطبع يعني الدولة تسهر على أن يتلائم أو تتلائم المشاريع المبعوثة على مستوى خاص مع يعني ما تريد الدولة من تحقيقه من رفاهية للمجتمع وللأفراد. إذن هذه الدراسة لها أهمية لأنها كذلك تساعد هذا المستثمر لاتخاذ القرار المناسب، وبالطبع يعني المقارنة كذلك ما بين المشاريع. ثم بالطبع لما أنت تعد يعني دراسة، فهذا يعني ملف هام وهام جدا عندما تلتجئ إلى السلطة المحلية أو السلطة القومية لإقناعها بأن يعني مشروعك له مردودية اقتصادية واجتماعية وبيئية فائقة. فعندما يكون يعني مشروعك مدروسا بشكل علمي، فيمكن أن تقنع هذه الهيئات، وهذه الهيئات هي التي تعطي التراخيص لبعث المشاريع. ثم أنت عندما تذهب إلى مؤسسة مصرفية للحصول على رأس مال لتمويل مشروعك، ف
فهذه الدراسة يعني الشاملة على مستوى يعني تسويق، على مستوى قانوني، على مستوى فني، على مستوى تمويلي، وهذا مجر تمكن لك من إقناع يعني هذه الهيئات التابعة للمؤسسات التمويلية بأن يعني تحصل على رأس المال الذي يعني تريد يعني الحصول عليه الاستثماري. كذلك هي يعني هذه الدراسة الشاملة لكل جوانب المشروع هي يعني وسيلة علمية يعني لتقييم المشروع في حد ذاته، وهذا التقييم لابد أن يكون مرتكزا على أمور علمية وبالتالي اقتصادية وبالتالي موضوعية. إذن يعني دراسة المشاريع لا يستجيب إلى هواء الأشخاص أو مش عارف يعني يعني نفسياتهم، وإنما يستجيب أساسا إلى معايير علمية موضوعية. والدراسة تخول لك أن تقول أن هذا المشروع هو رابح أم خاسر من خلال استعمال المعايير مثلا الـ ANPV والـ IRR، ثم يعني تخول لك من الارتكاز على يعني أدوات إحصائية اقتصادية مثل المرونات، فعندما تحدد يعني مرونة الطلب على السلعة التي ستنتجها في السوق الذي ستتجه إليه سيكون لديك أدوات علمية موضوعية ترتكز عليه، وبالتالي هذه الدراسة لها أهمية. وكما قلت وسبق أن قلت أن هذه الدراسة بالطبع تخول لأي كان أن يقارن ما بين يعني المشاريع والمفاضلة ما بينهما، وبالتالي الهدف هو دائما اختيار يعني المشروع الأفضل والأنسب وبالطبيعة هو الأكثر مردودية والأكثر ربح. وبالطبع هذه الدراسة لما نقوم بها اليوم فنحاول باش نتوقع كل المشاكل التي يمكن أن تطرأ في المستقبل، فهذه الدراسة تخول أن أعدل يعني خطط الإنتاج إذا يعني وقع فيها تغير طارئ أو وقع شيء لا يمكن التوقع به. وبالطبع هذا الارتكاز هو الذي يخول لباعث المشروع أن يتوقع هذه الأشياء. فيعني أعيد وأكرر وأرجع إلى الفكرة الأساسية، هو أن العملية الاستثمارية هي عملية مستقبلية، والعملية والمستقبل هو في معظمه مجهول، ولكن هناك جزءا من المستقبل ما يمكن تقديره بصفة علمية ارتكازا على يعني دوال الاحتمالات، وبالطبع تحديد يعني المخاطر التي يعني تحوم حول العملية الاستثمارية. وبالتالي يعني الدراسة الجدوى التي نقوم بها يعني اليوم هي هامة وهامة جدا لتفادي مبدئيا العديد من المشاكل المستقبلية، وبالطبع لإعطاء يعني باعث المشروع الفرصة التي تكفل له أنه سيكون مشروعه رابحا. فالتوقعات لي يعني الطلب للأسعار للدخول لتحول يعني البيئة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لبلد معين فهي هامة وهامة جدا. وبالتالي هذه الدراسة كما قلت في البداية وذكرت العديد من الفصول، فيعني سنتعرض إليها في الحصص القادمة المبرمجة دائما يوم الثلاثاء من الساعة 4 إلى الساعة 4:45، والحصة الثانية المبرمجة يوم الثلاثاء الأولى يوم الاثنين اليوم، والأخرى يعني بكرة على الساعة 4:45 إلى الساعة 5:30. وبالتالي سنرى الحصة القادمة إن شاء الله دراسة الجدوى
القانونية، ثم بعد ذلك سنتحول إلى محور هام وهام جدا، وهو يعني دراسة الجدوى التسويقية. هذا يعني فيما يهم هذه الحصة الأولى. أشكركم على الاستماع، وإن شاء الله في الحصص القادمة سأبعث إليكم في بعض الأحيان يعني تمارين تقومون بها في المنزل حتى تعينكم على فهم ما نقوم به يعني في الحصة. ثم بالطبع سأبعث إليكم هذه يعني الحصالة، أو إذا أردتم السامري، هذا التلخيص، وهو غير كافي لأن يعني المحاور التي نتطرق إليها هي أكثر شمولية مما أعرضه على الشاشة، ولكن هي تعطيكم يعني الأساسيات التي ترتكزون عليها يعني في المستقبل، ويمكن الرجوع إلى المرجع الأساسي وتكملة ما لازم يعني لهذا المقر. شكرا، إلى غدا.
الرقميات مش من اللي تطلع عليه. لا 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 تيجي هون. هون أول شيء تيجي هون. ألو؟ هذا شغل. تحدث. اوكي هيتحرك ها 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 يعني يتحرك اذا هيتحرك هلا اذا بدك تسكر ها